ترى ساعة الإجابة. هناك روايات، ولكن أصح الروايات سنف من ساعة الإجابة. أصح الروايات، الروايات الصحيحة أكثر، لان سنف ثم زوالوث انتث آخر ساعة يوم الجمعة، يعني قبل الغروب، ساعة قبل الغروب تسنى إذ ساعة الإجابة. الإنسان محذنا يجتهد تكيد الرواية أيضا خطر وين ديروان حديثاكي عبد الله بن سلام هي ديروان اعترض عليه أبو هريرة إنس والية أمشي اعترض عليه إنس النبي صلى الله عليه وسلم ناد لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. إنس أبو هريرة يا عبد الله بن سلام إن يسامش الحديث نش وهو يصلي يا أخي الوقت النساء قبل الغروب لا تجوز فيها النافلة صفي أم بعد كيف تكون آخر ساعة قبل الغروب كسينا غروب الشمس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدف عبد المسلم ويصلي. أم بعد فرد بقوله رد عليه عبد الله بن سلام رد على أبا هريرة شو سينا إن ياس إن العبد يعد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن اسم دمي تراجع فالظليف هذه الظليف يا أخي الحديث يقول شرح يفيد فيما سبق يلمث كفى الظليف الظلم بعد ذي تراجع أكثرا تراجع فالظليف العيشة. نحن في صلاة ما انتظرنا الصلاة ما دام أقلغا تراجع فالظليف أقلغ ذي الظليف أكيس ديرا عبد الله بن سلام. لذلك العلماء قالوا باللي نستنبط من ذلك من هذا الحوار أشد نشفذ ينسانتاز باللي ساعة الإجابة ساعة قبل الغروب. القول الثاني ولا سيجهد إنه وقتها بين جلوس الإمام للخطبة إلى تمام الصلاة سقس ميري قيم الشيخ بشد يخضب الخطبتين خزام صلاة الجمعة تسيلي زوارت الخطبتان أبرد صلاة الجمعة ما تشم صلاة العيد العكس صلاة العيد ثم قران ثم شطوح أم الصال ركعتين أم بعد نسلي الشيخ الخطبتين صلاة الجمعة الخطبتين يتم زورا. القول قيناد تجي وقت صلاة وقت ساعة الإجابة ما يقيم الشيخ للخطبتين باش يدير الخطبتين أكل المكفى الظليف ثم يأكل الساعة أني أدعو الله عز وجل ونسعى لزوكازيو أندعو الشيخ قبل أندعو ربي سبحانه قبل ما يبدأ الشيخ للخطبتين أندعو بين الخطبتين يا أخي خدم جلسة قصيرة أندعو بعد إقامة الصلاة ما دير الشيخ إقامة الصلاة بعدين يقال يستوي الصوف وكذي الوقت أني أندعو سعدي الدعوات أنذعوا أثناء الصلاة في السجود الخير أربح نسعى الوقت ما شاء الله أنذن في الدعاء. أي غر خطر لحديث أبي موسى في الصحيح صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل أنت ساعة الإجابة إن هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة بند الحديث لكل باش يعني يكونوا شاطرين يسلف ما الحرج أنذعو ذي الوقت مني ما ريب ذلك الشيخ يعني الخطبتين وكذا إلى آخره بين الخطبتين أثناء صلاة الجمعة ذي السجود ما شاء الله ذاق الساعة قبل الغروب الإنسان يكونسنتري الله يبارك ما شاء الله يتوقف عن الحديث وإذا كان مرة على الأقل مرة في الزمن باش ما نقولش دائما 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 يا خويا ذينا بدم يتفرغ للعبادة يتوجه القبلة يكون على وضوء يدعو الله عز وجل نسأل الله القبول.